فندق لينكولن، المعلمة التاريخية والحضارية، ذاكرة بيضاوية ظلت على مدى أكثر من 30 سنة تقاوم كل أشكال الانهيار والإهمال. ينتصب قبالة السوق المركزي بشارع محمد الخامس. السيد الحسين كغيره من ساكنة المنطقة يحكي عن المعاناة ويأمل في طي هذه الصفحة. كنا تنعانيو من المتشردين، كان المتشردين كتار وكنا تنعانيو معاهم، وكنا تنعانيو مع الأزبال، والسقوط ديالو هي الكارثة العظمى، انه كان سقط على الصيدلية، سقط عليها. والحمد لله اللي سمعنا اخبار ان الوطيل بدات قضية الاصلاحات، والحمد لله غيكون الخير ان شاء الله، احنا فرحنا. الفندق الذي شيد ما بين سنتي 1916 و1920 يعد واحدا من بين 40 معلمة مصنفة ضمن فنون العمارة بالمدينة، تشهد اليوم وبعد طول انتظار عملية إعادة البناء، لكن بحلة جديدة ومواصفات تتجاوب مع تاريخه وفنه المعماري. خاضت الجمعية ديالنا واحد المعركة من أجل الحفاظ على الواجهة، لأن الداخل ديالو فعلا خطير يخصو يتعاود، ولكن على الأقل نخليو الواجهة اللي غادي تذكرنا بهذاك الأثر المعماري اللي كان جميل بزاف، اللي كيمثل واحد الشكل موريسكي. شارع محمد الخامس عنده واحد الدور في الحركة ديال التجارة بالنسبة لمدينة الدار البيضاء والرفع ديال القاطرة الاقتصاد لمدينة الدار البيضاء. نتمنوا ان الاشغال ما تتجاوزش مده ديال 4 سنوات اللي هي المسطره، باش هذا المولود هذا يعود يحيي شارع محمد الخامس. هكذا إذن سيكون التصميم الجديد للفندق، يلبس حله تعكس جوانب تراثيه معماريه وحموله ثقافيه، فإعادة الهيكلة والبناء هو إعادة إحياء وإنعاش وسط المدينة.